زين العطار مين يا ابني اللي بيتاجر في السلاح؟ احنا مش قد زين العطار. ما هو لو كل واحد قال كده في البلد دي هتبقى عزبه. انت هترجع تشتغل معايا تاني. عم هاشم احنا اتكلمنا في الحوار ده قبل كده وجبرت. بكفاياك يا عبد الله. معلش يا عم صبري، ما انت عارف ابنك طول عمره بيحبني من واحنا صغيرين. انا عارفه انك بتحبه مع انك مش مبين لهم ده يا صالح. محدش بيختار اهله. قوم يا ابني روح مع عمك سليم، خد بطار عمك وانا هاخد عزاء. هتعمل ايه يا زكريا؟ هتعمل ايه؟ زكريا لو قربت من هنا انا وهو هنموت. هتعمل ايه يا زكريا؟ هتعمل ايه؟ سامحني يا ابن عمي بس الطار لازم يتاخد. قضي الأمر. مالك يا آية في إيه؟ صلاح ما جاش العزا وبكلمه وما بيردش عليا. عادي يا بنتي ما تقلقيش، يمكن جه وانت ما خدتيش بالك. هو اصلا قالك ان هيجي؟ اه اخر حاجه قالها لي على الواتساب انه هيقابلني هنا وبعدين هيروحني. طب يمكن بيجيب حاجه من جوه، ما تقلقيش بقى. اصل انت مش شفتيش اللي انا شفته يا مي، انا خايفه وقلقانه قوي. انت كده اللي خوفتيني. هو انت شفتي ايه؟ ايه دي؟ انا خدها معانا. متاسفين يا صالح بيه، يعني المكان مش قد المقام يعني لاستقبال سعادتك، لكن هنعمل ايه بقى؟ متورط وموضوع لا ليك فيه ولا حاجه ابدا. سامحني على الطريقه اللي رجالتي يعني خدوك بيها عشان تيجي تزورني هنا. ورطت نفسك في حاجة أنت مش قدها. أنت صعبان عليا أوي. يا زكريا بقاء لله في عمي شريف. حياتك الباقية يا ابني. عبد الله اتصاب وجبنا المستشفى. إن شاء الله هيبقى كويس. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون. نزف دم كتير واحتاج نقل دم، ويا ريت يكون بسرعة. أنا فصيلة دمي نفس فصيلة دم عبد الله، حضرتك تقدر تنقل له دم من عندي. طيب ناخد عينه، اتفضل معايا. عمي خلي بالك من البنت اللي في العربية أرجوك. طيب طيب اتفضل. دكتور طبعا يا دكتور انت فاهم بالظبط هتعمل ايه. فاهم يا سليم بيه، هيخرج النهارده من غير ما نعمل محضر، المهم ان ننقله دم بسرعة. طب يلا يلا اتفضل اتفضل. Thank you.
أكرم عاوزك ضروري. أيوة مع السلامة. استغفر الله العظيم. خير يا باشا؟ بتولي الشريف اتصفى هو ورجالته في فيلته. عاوزك تاخد رجالتك وتطلع لهناك، وقبل ما تروح هناك تجيب الملف بتاعه ليا. هو عايزين العطار ياخد طاره بسرعة كده؟ ما أعرفش يا سيدي، هو متولي الشريف حد عادي؟ راجل أعمال مهم، الدنيا كلها هتتقلب. احنا عاوزين نتابع الموضوع اول باول، اول ما تعرف اي حاجه تتصل بيا، مش عاوزك تتصرف اي حاجه من دماغك، فاهم؟ اتفضل. تمام عليك. استغفرك ربي واتوب اليك. انت هتقعد هنا عندي يومين ثلاثه كده معزز مكرم، امال ايه؟ ده انت ابني الكبير، احنا نقدر نعمل حاجه في ابني الكبير يا عم الصالح. اه ما تقدرش تعمل لابن الكبير حاجه، لكن تحاول تقتل الكبير عادي صح؟ ندمت وحياة راس أبوك الغالي، ندمت يا راجل، ده أنا كنت هسيب البلد وأهرب منها بس عارف ما لحقتش. أبوك وإخواتك خطفوا ابني وعاوزين يخلصوا عليا، وأنا مش عايز أموت دلوقتي، ملهاش مزاج، مش وقته. فقلت تخطفني وتقيد بيا. برافو عليك، ما أنت بتفهم أهو. تمام، بتولي كان عاوز يخطفك بس أنا عرفته وسبقته. أنت عارف بتولي دلوقتي الله يرحمه الفاتحة على روحه، بسم الله امين، وانا مش عايز احصله. وانت لا ليك لا في الطور ولا في الطحين، هتشيل شيله ما انتش عايزها ولا هي ليها لازمه بالنسبه لك. انت اللي هتشيل يا جلال، عشان زين العطار بيقطع دراعه قبل ما يتلوي. يبقى ما خسرتش لوحدي صح؟ لا مش صح، لان انت كده يا جلال ما تعرفش عيله العطارين كويس. احنا مالناش طلبات يا صالح، احنا كل اللي عايزينه معاهد السلام. يا سيدي نجدد العهد، يلا زي بعض، وانت تمنك غالي عند الزين، وهي فرصة يا سيدي نعرف انت غالي عنده قد ايه يا صالح. اشمعنى انا اللي ادق؟ بتعملوا معايا كده ليه؟ بس بقى بس بقى، استنى يا امير. لك يا حسن، شوف مامتنا النهارده يا صاحبي. ايوه البنتين؟ الواد ده بيكذب عليك على فكره، احنا ما شفناش حد. ايه يا عمار؟ ايه يا حبيبي انت ليه كده؟ واحنا بنبص لك فيهم، هي فراخ. اه يتبص فيهم وعليهم، دول بنات يا معلم، بنات. طب اتكلمت معاهم؟ لا طبعا، زي المره اللي فاتت كده، كانوا بيجيبوا اكل ابوهم صاحب الدكانه، انت عارف عم حمزه راجل عصبي، شفنا بنبص عليهم زعلوهم، دخلوا جري. بس بقول لك ايه، حته بنتين فيهم كل حاجه، حلوين قوي. يا عم احنا اي بنات بالنسبه لنا بنات حلوه، احنا بنشوف بنات غير كل 10 سنين مره. هو شرط الدار هنا ان احنا نترهبن ولا ايه؟ انا عايز اتجوز يا جماعه، جوزوني يا ابني. مفيش حاجه تمنعك من الجواز بجد؟ والله العظيم، عايز تتجوز سيب الدار وروح اتجوز، وهل عايز تبقى وفرت اكلك لعشرة من عيال الدار. شكرا قوي يا عمار. العفو. انتوا بتعملوا معايا كده ليه يا جماعه؟ ولا اهدى بقى يا شباب، محدش عامل معاك حاجه اصلا، اهدى. هو انا هاجي معاكم المره اللي جايه ينفع؟ طبعا يا صاحبي طبعا.